طيبة للجميع مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. مصلحة الارصاد الجوية تحذر من تساقط امطار خلال هذه الليلة وتكون غزيرة تقريبا على جل المناطق الساحلية الوسطى وكذلك المرتفعات الداخلية. اما خلال يوم الغد دائما تيارات غربية جنوبية غربية رطبة تقريبا على كافة المناطق الشمالية، احتمال لتساقط وتوصل لتهطل الأمطار وتكون تحت وقع رعود خلال الصباحة، ستخص الواجهة الساحلية الغربية ليتحسن الطقس خلال الظهيرة، تواصل لتساقط الأمطار على الواجهة الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية، رعود منعزلة على شمال الصحراء مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر 15 درجة فقط على السعيدة، 20 درجة على العاصمة، 29 درجة على كل من بسكرة وغردية، 30 درجة على جانيت، 20 درجة على تندوف، ترتفع لغاية 31 درجة على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى دائما مرتفعة، ننتظر مقاييس ما بين 26 لغاية 28 درجة على السواحل، 30 درجة على كل من باتنا وحتى على السعيدة، 43 درجة على غردية، كذلك إليزي، ننتظر 45 درجة لكل من أدرار تيميمون إن صالح وحتى على برج باجي مختار. البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الغربية، رياح ضعيفة حتى على السواحل الوسطى مع بحر قليل اضطراب، لكن بحر قليل اضطراب شرقا رياح ستشتد ضمن التيارات غربية شمالية غربية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة. خلال يوم الغد تهاطل لأمطار وتكون تحت وقع رعود، ستخص كل من لشبونة كذلك مدريد مع 23 درجة، نفس الأجواء على فيينا مع 24 درجة، كذلك موسكو، بينما أجواء مغشاة على باقي العواصم مع 28 درجة على روما، كذلك كييف، 29 درجة على برلين، درجة الحرارة على باريس ترتفع إلى غاية 31 درجة. غروب الشمس لنهار اليوم على لنهار الغد أقول على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 8:05. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع.